عندنا وصفة رز جميلة جدا، برضو يوناني وبرضو بتكنيك كده غريب مختلف شوية عن الطريقة اللي احنا عادة ممكن نعمل بيها الرز. تعالوا نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هعملها ان انا هحط حلة تسخن على النار، وهاجي اقول لكم المقادير. مقادير الرز اليوناني اللي بالقرفة عندنا كوبين رز بسمتي، بصلة مفرومة ومعلقة كبيرة ثوم مفروم، كوباية بقدونس مفروم، كوبايتين طماطم مفرومين، ونص كوباية عصير ليمون، وأربع كوبايات مرقة خضار، وزيت زيتون، ومعلقة كبيرة قرفة باودر، ممكن تزودوا لو عايزين، أربع فصوص حبهان صحيح، ورقتين لورا، وملح وفلفل أسود. ونبدأ شغل. عندي زيت الزيتون مع البصل أول حاجة، ادي زيت الزيتون، هزود عليه شوية زيت نباتي بس هيمنعه من ان هو يتحرق، وهيظبط لي كده نسبة الدهون اللي في الوصفة. هسيب الزيت بس يسخن. نمسح الزيت اللي نقط مننا ده. يلا ونيجي نشوف هنعمل ايه تاني. البصل هناخده نحطه في الزيت من قبل حتى ما يبرد. ليه؟ عشان انا ما عنديش مانع ان البصل ده ينزل شويه من ميته. فكده الزيت على النار، زيت الزيتون والزيت النباتي، ممكن يبقى زيت زيتون وزبده مفيش مشكله براحتكم. وهننزل البصل، وهنزل معاه اللورة والحبهان مرة واحدة. هندبل البصل ونصفره، بس كده هسيبه على النار لحد ما يدبل ويصفر. ماشي. وعندي التوم بعد كده مع الخضرة، دي الخضرة بتاعت اللحمة انا هحسبها على جنب عشان ما تلخبطش، ودي الخضرة بتاعت الرز. طبعا الرز البسمتي هنا كوبايتين، فبالتالي احنا عندنا اربع كوبايات من السائل اللي هو من المرقة. المرقة دي ينفع تبقى لحمة او فراخ او خضار، كله يمشي مفيش مشكلة، مكعبات عادي جدا اللي موجود عندكم كله تمام. فبالتالي لازم تبقوا عارفين نوع الرز بتاعكم، في نوع رز بيحتاج ميه اكتر. المعيار الشائع هو كوبايتين من السائل لكل كوبايه من الرز البسمتي، ولكن في انواع رز بتحتاج 3، في انواع رز بتحتاج اقل، فبرضو انتوا ادرسوا نوع الرز اللي بتستخدمه. البصله بتاعتنا بتصفر اهي وكل امورنا ماشيه تمام. وبرضو تاني زيت الزيتون بطل في الوصفه دي، لان احنا بنتكلم على وصفات من المطبخ اليوناني، يبقى لازم هنروح ناحيه الزيتون او زيت الزيتون. البصله بتدبل وامورنا زي الفل. هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد التوم اضيفه يتشوح برضو، تقليبه مش عايزه اي حاجه لونها يغير، انا بس عايزه تشويح بسيط. زي الفل. وهنزل القرفة. قلبنا الرز مع القرفة وكل التوابل، فدلوقتي القرفة دي ما بقتش بس مجرد نكهة، لا دي ماسكة في حباية الرز ومغلفاها تماما، وده بالظبط اللي أنا عايزاه. هنعمل إيه دلوقتي؟ هنسقي بالمرقة. ادي المرقة، وادي عصير الليمون، هنقلب. ممكن عصير الليمون تستغنوا عنه لو مش حابين طعمه مع الرز، على فكرة عادي. ولو محتاجين
ميه زياده او مرقه زياده، بنزود شويه ميه ما يجراش حاجه. انا هزود شويه ميه بس، وهسيب الرز يستوي. لاحظوا ان انا ما حطيتش اي حاجه من الخضار لسه خالص، وهتشوفوا ليه. احنا هنحطه في الاخر، مش هنحطه في عمليه الطهي، هو هيكون شبه ني مع الوصفه، وده هيخليه ليه طعم مميز جدا جدا جدا. والرز بتاعنا لو عايزين نطمن بس على درجه الملح، بندوق الميه بتاعته، لو لقينا الميه مالحه يبقى هيطلع مظبوط جدا، لو لقينا الميه حادقه يبقى الرز هيطلع مظبوط، لو لقينا الميه دلعه يبقى لازم الرز ده هيطلع ملح ونقص. طعم الليمون تحفه مع القرفه، تركيبه عظيمه جدا. الرز عندي هنا حصل فيه ايه؟ الرز شرب الميه بتاعته تقريبا، لسه ما خلصش يعني، لسه في سوائل بس تقريبا شربها. ففي الحاله دي باجي اعمل ايه؟ اوطي درجه الحراره عشان اضمن انه ما يتلسعش من تحت، ريحه القرفه رهيبه. هغطي عليه واسيبه يكمل سوى على البخار عشان نوصل للخطوه الاخيره. طيب احنا سايبينه على البخار من ساعتها. الله الله، بصوا بقى جمال الرز وبقى عامل ازاي، حاجه اخر روعه. هنعمله دلوقتي ان بعد ما الرز ده استوى وعلى نار هاديه جدا، هخليها واحد يعني، هقوم جايه ضيفاله البقدونس وضيفاله الطماطم من غير اي تشويح ولا طهي، هي بس على بخار الرز. هقلب كل المكونات دي مع الرز، بقلب بسباتشلا او بشوكه مش بمعلقه عشان ما اكسرهوش. بس كده الرز بقى مستوي، مجرد ما بنقلبه التقليبه دي بنشيل من على النار. ادوق كده وانا معاكم. فظيعه، بصوا انتوا مش فاهمين طعمه حلو ازاي. عايزه اقول لكم ان دلوقتي وانا بدوقه خطرت على بالي فكره، ان الرز ده لو اتعمل بيه فتت شاورما هيبقى حلو جدا، طعمه يليق قوي على الشاورما. فيعني اتمنى انكم تجربوه تشوفوا هو قد ايه جميل وهيليق قوي مع وصفه اللحمه اللي احنا عاملينها. الرز كده على الغرف.